عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم، غادي نوجد معكم كلاص. صالح النفاس الصاد هذا عندي هنايا، درت نص سيتر د الحليب وخويت فيه داك، كبيت فيه داك كريم شانتي باكيه ديال كدير 13 درهم 260. وعندي هنايا معلقه، عندي شي شويه ديال اللوز مهرمش، شويه ديال الشكلاط مقطع، واحد البسكوي، عندي معلقه الكاكاو، ودانون ديال الشكلاط، ودانون ديال الكراميل. غادي نطرب معاكم هذا الشيء ديال، نطرب هذا الحليب هو كريم شونتي، نطربه مزيان. غنبقى هكا كنطرب فيه حتى يولي لي كريمي. بعد ما طربتها مزيان هي هذه كترجع، انا كنطرب فيها هكا، هي كترجع كريمي، كريمه ديال شي قوام كريمي. نديرو بجوج نكهات ان شاء الله. هاد على غادي نفرق الكريمه ديالي على جوج بعد ما طربتها وطلعات، نفرقها على جوج. وغادي ندير داك الكاس ديال، داك الكاس ديال دانون الشكلاط، غادي نديرو في ندير داك هذا نطرق شويه ديال الاخر اللي قسمته على جوج. غندير داك المعلقه ديال الكاكاو، وغادي نطرب باش يدخل يدمج داك الشيء مع بعضياته. واللي ما جاش كحل بزاف وبغى يزيدو الكاكاو يزيدو، انا درتو في هذا اللون، هذا خليته على هذا اللون، ولكن ملي كيجمد راه كيرجع كيعطي اللون، في كيزيد يعطي اللون كحل. عندي النص الاخر ديالي هو هذا، وندير له الكراميل، دانون ديال الكراميل. غادي نطربهم بجوج، هو كي كيجي على هاد الشكل هذا. بعد درت داك البسكويت، فرقته على هذا ديال الشكلاط وعلى الاخر، فرقت عليهم بجوج، درت لهم شويه شويه على حساب كل واحد اللي بغى يزين، تزين على حساب غير باش ما يتصغر، كتبقى يتكال كيبقى فيه داك الشكلاط كتحس به زوين كيجي، وداك الشيء
اللي بغى يديرو اللي متوفر عنده، اللي ما متوفرش راه لا كلاص هكا اللي كان ناخدوه من المحلات راه ما كيكونش فيه هاد الطريفات. هكا كنخلطو غير بهاد باسكو كنخلطو مزيان بشوية هكا يعني مع الجناب. خلطه كنديرو في المجمد على حسب كل واحد و كيبقى تيجمد مزيان وصافي. المهم هذا هو القوام كيحط تبارك الله الزايد. كنديرو في المجمد على ما كيجمد مزيان. نرجع معاكم ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما جمد، وهذا هو كي كيجي. انا خليته ليله كامله بات